الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتدي الأسمى الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قبلناه أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لذا برسول الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لذا برسول الله يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتدي الأسمى الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قبلناه أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله أنت إني ملهوف أغثني بحق الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لذا برسول الله أنت الحبيب حاشا يخيب من لذا برسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل اللهم صل على سيدنا
فصل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وإظهار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء الدين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء الدين الإسلام الله 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 ثبت وانصر أهل جمعيا الله 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 ثبت وانصر أهل جمعيا جمعيان أحضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعيان أحضة العلماء لإعلاء كلمة الله لإعلاء كلمة الله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء الدين الإسلام قد أنصحني أبي وربت بي أستاذ المعلمين
ولم أكن مصيا مشتا من أي ذنب رشدا من أي ذنب قد أنصحني أبي وربت في حسني قد أنصحني أبي وربت في حسنها لما ارتقى البيتان
فاستجب لدعائي.
ربك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي وحماك الرضا فجد بونائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم يجرني فمن يجير بكاء ناديت باسمك يا إلهي ضارعا إن لم يجرني فمن يجير بكائي وحماك وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فاجود بولائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي رتلوا آي الكتاب المنزل وانشدوا في المجد أعلى منزلي رتلوا آي الكتاب المنزل وانشدوا في المجد أعلى منزلي فهو ميراث النبي سيد الأكوان شمس المرسل فهو ميراث النبي المرسل سيد الأكوان شمس المرسل سيد الأكوان شمس المرسل اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشر
وعلى